وصلتنا مناشدة من أهالي منطقة الكرادة عبر بريد الصفحة، والموضوع خطير جدا ويحتاج وقفة جادة من قبل المسؤولين والمعنيين. المناشدة اللي وصلتنا انتشار عصابات السرقة والمخدرات في بعض شوارع الكرادة والأهالي يشتكون. اليوم راح نتواجد احنا وياكم مع أهالي هذه المنطقة وفي بعض الشوارع ونشوف آراهم بخصوص هذا الموضوع ومناشداتهم. خليكم ويانا. والله معاناتنا هنا يا أخي، احنا على باب الله، تعرف ناس كسبة وصار لنا عمر هنا، فعندنا هاي الوضعية صارت هسه جديدة، هاي البنايات اللي بنت جديدة هنا دي يسكنون ناس غير نظاميين من غير مناطق، يعني ناس ما نعرف حتى شكولاتهم ما نعرفها، اللي يتاجر بالمخدرات واللي يتاجر بالدعارة واللي يتاجر بالعصابات، يعني فد وضعية كثيفة صارت. ومع العلم هي كرادة أحسن منطقة بغداد كله، يعني من الأسف دي يصير بيها هذا الشيء، وإحنا دا نتأذى برزاقنا يا أخي. يعني تعرف شنو دا نتأذى؟ يعني جماعة الاتحادية دي يسوون شفتات عليهم وكبسات، لزموا عصابة مال المخدرات عصابتين، هسه دي يجاهدون يشيلوهم بس مسنودين، يعني ما حد ما يشيلون. يعني هذا منطقة ما دعارها سبع، يقول لك شارع السماشة بعد ما تطب الزبون هنا، ما يطب، يقول لك ما خلي مرت تطب هنا، ما خلي بنت تطب هنا، ما خلي عائلة تطب هنا، هذا صار عليه سمعة مو زينة. ليش سببه؟ سببه بالبناية، سببه الدلال الشيء الرئيسي اللي سقطوا هذا الشارع وذاك الشارع. ليش بهذا الشارع الوحيد اللي احنا الساعة بالستة العصر هاي المحلات كلها ما تشتغل؟ تعرف برا إيجار، ضريبة، برا عائلة، برا مصاري، تعرف هاي الأمور؟ يعني احنا نريد نسأل للمسؤول شنو السبب بس هذا الشارع مسدود؟ يعني حماية لهم احنا ما ندري، يعني بس هذا التفسير، عنده غير تفسير؟ نريد نسأله، نجيبه، نقول ليش بس هذا الشارع الساعة من الأربعة العصر، من الخمسة وبالليل حدث بلا حرج. يعني تما تلقى عنده يحزوهم ويطلعون بالتلفزيون ثاني يوم الصبح، يقول شنو؟ يقول بس صورونا وخذوا من عندنا بمالاتنا وطلعونا. يعني هاي اوجه الفساد شلون يعالجوها؟ هذا الاصلاح مالتهم، نريد الاصلاح مالتهم وينه؟ خلي يطلع اللي يحكي بالاصلاح، خلي يحكي، خلي يصلح، نريد مصلح وين الاصلاح؟ خلينا نشوفه. يعني هسه نوقف العصر يسدون الشارع، لا سياره تروح ولا تجي، من هناك يسدوه ومن هنا يسدوه، والله حمايه لهم، هي تطب وتطلع براحتها، اللي يطب ويطلع براحته، سيارتهم كلهم يطبون راسا يطب. ليش المشتري ما يخلوه يطب؟ والله حمايه. زين ليش بالليل عايفه فوضى؟ ورا ال 12 ورا الوحده تنسحب، 12 بال 11 تنسحب بال 11 بالليل، زين ابقى للصبح وداهمهم انت، الا انت هيجي تعلم بالوحده بالثنتين تعال سد الطريق عليهم. هذا شارع سوق الخيطه، يعني هذا سوق يعني معروف كمستوى على العراق عامه وعلى الدول، صار شارع يعني حشا ما اقول بوجه المواطن، يقول شارع من وراء اهل البنايات اللي يقول لك طلع العوائل الشريفه، يقول لك العائله الشريفه ما تدفع ايجار زين، جاب العوائل الدعاره هنا والكريستال والمخدرات كلها جاب لنا هنا، وحشا ما اقول بوجهكم هنا شارع. صار بعد ما شاهدنا اراء المواطنين في منطقه الكراده بخصوص المواضيع اللي تكلموا بها بهذا الشارع، نتمنى أن الرسالة توصل للمسؤول للجهات المعنية إيجاد حل لهذه العوائل اللي جاي تعاني من هذه العصابات، ونتمنى أن الجهد يكون مضاعف من القوات الأمنية بعد ما ألقوا القبض على بعض العصابات، نتمنى يكون جهدهم أكثر وإلقاء القبض على باقي العصابات في هذه الشوارع.